بدر الأثر ثبت مصان مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة وسعادة وسرور. اليوم يوم مختلف، اليوم أول سحب على أول سيارة في مسابقة جمهور عابر من الأربع سيارات الموجودة، واليوم يوم مختلف أكيد مع أول عبور بعد المسابقة. عندنا نقطة عبور، ومن هو العابر اليوم يا ترى؟ ونشوف بعد ما تنتهي إن شاء الله هالمسابقة. يا مرحبا فيكم يا شباب، الله يصبحكم بالنور والسرور. الحمد لله على السلامة يا وليد، يا أهلا وسهلا. الله يعافيك. بقية الشباب ننتظركم عشان نبدأ المسابقة مباشرة. طبعا اتصالات اليوم كلكم راح تدخلون في السحب على السيارة اليوم. بعد ما ننتهي من المسابقة من هنا راح ننتقل حنا وياكم كلنا إلى السيارات ونشوف من هو سعيد الحظ. لكن كل اللي فازوا معنا بالاتصالات الماضية ودنا أنكم تكونون قريبين شوي من جوالاتكم عشان المتصل الفائز ناخذ مشاعره في هاللحظة ونقول له مبروك مقدما. طبعا شركاء النجاح اللي قدموا كوبونات وجوائز مالية مقدمة في هالمسابقة لازم نشكرهم ولهم حق علينا: متجر زماني، تطبيق ASZ الرياضي، متجر شميم، القمة للعود والزعفران، كيان الطبي، وصرة للبهارات، والأربع سيارات مقدمة من رئيس مجلس إدارة قناة الواقع الفضائية إبراهيم الحسين، يعطيها الصحة والعافية، وأنتم كجمهور تستاهلون. أهلا وسهلا. خط النار عصير واحد. عصير واحد. عصير حلو. هو يقوله لا ما هو واحد. زعيزعي من الحين بدينا خيانات. جلست مع الموج؟ مش خيانة، سم مساعدة. أوكي أساعدهم. طيب وهنا الموج تساعدهم؟ ايه؟ ما أنت معهم أنت؟ لا ماني معهم. لا لا قم قم يا حبيبي، قم، ما لك علاقة فيهم، دور مشاكل من الحين. طيب باقي عادل، ومن باقي من الشباب مجموعتكم؟ باقي سعد. يا شباب بالله واحد ينادي وليد. طيب شباب أكيد تسمعوني عن طريق سبيكر. والله أنا ما شفتك حبيبي. طيب عشان الإشكالية الصغيرة اللي حصلت البارح، الأوراق اللي موجودة عندكم هنا على ثلاثة البوديوم الموجود هنا كل الخيارات مش محدد عليها، فنبدأ من البوديوم الأول بالإجابة الأولى، بعدين الإجابة الثانية، بعدين الإجابة الثالثة. أنا أحيي فيكم إن اللي يعرف الإجابة الصحيحة يبغى المتصل يفوز، يبغى يأخذ النقطة، لكن إحنا بس من باب التنظيم والترتيب نبدأ بالإجابة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. ممتاز؟ ممتاز. نبدأ؟ نتوكل على الله؟ توكل بالله. يا مرحبا يا شباب، الله يحييكم. طيب السؤال الأول للهاشتاج عن طريق متجر عن طريق هاشتاج عابر 17. طيب في نقطة بس يا جماعة الخير أمس نبهني عليها المخرج إذا تسمحوا لي. الشباب اللي موجودين هنا فقط هم اللي لهم الأحقية في أنهم يتكلمون مع المتصل. أنتم تعطون الخيارات بشكل مباشر، بعدين تقول أنا أتوقع الإجابة عندي ما هي عندي، أقنع المتصل. ما نبغى قراءة سؤال ولا نبغى نضيع الوقت. النقطة الثانية خروجكم ودخولكم يكون من هنا بس، لأن المخرج يقول أمس كانوا يقطعون الكاميرات كثير، هذه ملاحظة فنية بس من المخرج. الشباب اللي موجودين هنا على مدرج تتفرجون أنتم مقامكم على العين والرأس. طيب السؤال الأول للهاشتاج في هاشتاج عابر 17 اليوم، صح؟ عابر 17. السؤال يقول: من هو أول داعية في الإسلام؟ إيش الخيارات؟ هلال بن أمية. هلال بن أمية أو مصعب بن عمير. مصعب بن عمير أو أبو زيد الأنصاري. أبو زيد الأنصاري. مصعب. 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 ما شاء الله مثقف الرجال، برافو. طيب اكتبوا الإجابة وحطوا اسم الفريق اللي ترغبون أن تذهب لهم 300 نقطة. ترى البطاقات اليوم اللي تقدم لأي مجموعة ترى تفرق معهم، لأن بعد المسابقة مباشرة عندنا نقطة عبور في اليوم. نبي نودع واحد من الشباب الموجودين، حنا والله ودنا أنك تكملون معنا لنهاية البرنامج، لكن هذه سياسة البرنامج. طيب نبدأ في اتصالات المشاهدين. طبعا للمعلومية أي أحد راح يشارك عن طريق الهاشتاج سواء بإجابات، ملاحظات، اقتراحات، لو تكتب حرف نقطة نبي نسحب من الهاشتاج بشكل عام، واحد راح يحصل على سهم في وقف أم الأوقاف بإذن الله. وناخذ الاتصال الأول، من معنا؟ ترف، أهلا وسهلا يا ترف. ترف ترف مرحبا. أفا يا سعد. هذا كبرك وتخاف من قطو. طيب
ترف راحت. طيب قبل فاطمة استشارة، وش رأيكم يا شباب؟ بشاوركم في شيء. شباب استشارة، إيش رأيكم نأخذ المتصل ونعطيها السؤال والإجابات، وبعد ما يجاوب قبل لا يودع المتصل نسأله هو معي مجموعة؟ حلو. ولا تبغوا من البداية؟ ما يمدي يقول لك كذا صح، عشان ما نضيع وقت. ترى هذا مقترح من الجمهور. ها إيش رأيكم؟ دن 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 دن. طيب جو. إذن يا جمهورنا الكريم، أي أحد يتصل لا تذكر مع أي مجموعة من البداية، عشان الشباب هنا ما يضيعون وقت على بعض. بعد ما تخلص الاتصال اذكر لنا مع أي مجموعة. طبعا الاتصال اللي معي راح، أعطوني الاتصال اللي بعده. طيب تبغوني أعطيكم فكرة نقطة عبور؟ نضيق بصوركم شوي. طيب بعد المسابقة راح تظهر لكم مراكز المجموعات، من المجموعة الأولى بالرصيد، ومن المجموعة اللي بالوسط، ومن المجموعة الأقل. المجموعة الأقل راح ينتقل تصويت للجمهور عن طريق تويتر لمدة نص ساعة. تصوتون لمن؟ لمدة نص ساعة تصوتون لمن ياخذ الحصانة من نقطة العبور. تمام؟ اللي بعدها بعد النص ساعة، بعد ما عرفنا من هو اللي أخذ الحصانة من المجموعة، راح ينتقل القرار لنفس المجموعة. يا جماعة الخير، واحد منكم مقصر، ولهالسبب هذا أنتم أقل نقاط، فبالتالي قولوا له مع السلامة. طيب وراح يظهر لكم تايمر 20 دقيقة، بوصل لكم الفكرة. راح يظهر لكم تايمر مدة 20 دقيقة. بعد التايمر، بعد ما ينتهي، في حال ما قررتوا، راح ينتقل الاختيار للمجموعة الأعلى نقاط. يختار أن المجموعة الأقل نقاط، فممكن يختار أعلى واحد. وأتوقع الإدارة، ما أدري عاد ذاكدوا لي، أن في حال انتقلت للمجموعة الأعلى، ممكن حتى اللي أخذ حصانه يودع، ممكن تختارونه. إحنا بيننا ما طلع الحصان بينكم. لا، اللي أخذ حصانه من الجمهور انتهى موضوعه، خلاص أخذ حصانه، يقدر يطلع الفريق المقابل. لكن إذا انتقلت للفريق المقابل، بس ودي أتأكد منهم بعد شوي، أو هم راح يبلغونكم بعد شوي بوقت الفقرة، أن إذا انتقلت للمجموعة الأعلى نقاط، ممكن يطلع حتى اللي عليه حصانه. لكم ما اخترتوا. أعتقد يا أبو سم نايف إن تفسد الحصانة إذا راحت، لأن قوة الحصانة في الفريق الخصم، ما في فريقي. أنا عندي حصانة، يعني فريق الخصم بتكون ضده، ما بتكون مع فريقي. طيب أنا ترى أخذت المعلومة بشكل سريع، لأني قبل شوي كنت أرتب على موضوع السحب للسيارة فما ركزت، لكن بعد شوي راح يفيدونكم عموما، وراح نفيدكم. هل الحصانة الفرق كاملة ولا الفريق الأقل؟ لا، الفريق الأقل إذا تحدد مباشرة راح تظهر التصويت للجمهور عن طريق تويتر. تمام؟ طبعا انتم في خلال هالنص ساعه هذا، من الاتصال اعطوني عادي، منو؟ فهد، اهلا وسهلا يا فهد. يا هلا والله، السلام عليكم. حياك الله وعليكم السلام. من وين يا فهد؟ من الرياض. الله يحييك فهد. لا تذكر فهد لي فهد الزهراني معك، وطبعا لا تذكر المجموعه يا فهد، اتفقنا؟ تزعلني من كذا ترى. طيب فهد، عدوك يسم. في حال فزت إن شاء الله معنا، راح تدخل في السحب اليوم على السيارة. السؤال، ما هي أطول سورة في القرآن؟ الله يسعدك يا ناصر. القرآن أطول سورة البقرة. يا سلام، ألف مبروك يا فهد. فهد معي مجموعة، مجموعة خط النار والذهبي وليد الزهراني. طيب خلاص، شكرا، يعطيك العافيه. الزهراني شكرا على الذكاء. فهد الزهراني حبيبي ابو زهره، شكرا لك، اعطيت خط النار 300 بطاقه وراح تفرق معهم. والف مبروك حصولك على قسيمه شرائيه من متجر زماني، ودخولك في السحب على السياره اليوم ان كانت من نصيبك، فالف مبروك. من معنا الاتصال اللي بعده؟ ام محمد، اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين يا ام محمد؟ من البسيم. الله يعطيكم العافية على برامجي الحلوة. الله يعافيك ويطول بعمرك، وعسى الله يتقبل منك طيب الأعمال. السؤال يا أم محمد، من هو النبي الذي لقب بكليم الله؟ إدريس عليه السلام. في خيارات؟ يس، يعطونك الآن إدريس عليه السلام، صالح عليه السلام، أو صالح عليه السلام، موسى عليه السلام. موسى عليه السلام. في أحد بيقرب؟ موسى عليه السلام. موسى عليه السلام، والإجابة صحيحة. أم محمد مع أي مجموعة؟ مع خط النار. أيوة،
خط النار خط النار يعطيك العافيه يا محمد. ام محمد الف مبروك حصولك على قسيمه شرائيه من متجر اي اس زد ودخولك في السحب على السياره اليوم ان كانت من نصيبك، فنبارك لك مقدما. نذكر بسؤال الهاشتاج الرابع، اكتبوا يا جماعه الخير الاجابه وحطوا اسم اي مجموعه من المجموعات، ترى السؤال والنقطه تفرق. طلعنا قبل شوي على الدرجات ترى فيها تقارب شوي. السؤال اللي قبل شوي سؤال الجمهور، من هو اول داعيه في الاسلام؟ وسعيد ابو ظهير قال اتوقع انه مصعب بن عمير. اكتب الاجابه وحط اسم المجموعه اللي ترغب انها تاخذ هالنقاط ويستاهلون كل خير. من معنا اتصال؟ حصه، اهلا وسهلا يا حصه. هلا، حياك الله. من وين يا حصه؟ من الرياض. الله يحييك. طيب لا تقولي لي اسم المجموعه، اعطيني اياه بعد السؤال. السؤال يقول من هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن؟ عاصم بن ثابت. خطأ. عاصم بن ثابت، وما هو يتوقع أن الإجابة عنده؟ أو بشير بن سعد. أو بشير بن سعد أو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ. ها شو رأيك؟ سعد بن معاذ. طيب سعد بن معاذ، وألف مبروك. مع أي مجموعة يا حصة؟ خط النار. خط النار خط النار. طيب يا حصة، حصة ألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية من متجر شميم ودخولك في السحب على السيارة لها اليوم خط النار. مكتسحين والله خط النار، أقول مكتسحين اليوم. دائما دائما إحنا لابد. أستاذ ناصر لبيك اليوم وبس دائم ما شاء الله تبارك الرحمن. ناصر صلاتي على محمد. تستاهلون حتى لو مو بودنا بس تستاهلون. تستاهل الطيب على ناصر، نحترمهم عن وعلى رؤوسنا، لكن لابد ان الشيء هذا. انا اشوف بدال الجمهور اسمه هذه سمى بخط النار يا اخي، خلاص انتهى. طيب المقترح هذا قالوه ترى من يومين فعلا مالك المقترح قالوه من يومين تسير القافله وما ادري وش يصير. هو المقترح قالوه من يومين بس ما قبلناه. ما لومك يعني تعادل. لا المعاملات كثيرة عندنا. لا بأس. طيب حنا بنعمق الفكرة شوي. يلا عمق الفكرة. سموا البرنامج الواقعي الجاي خط النار. ممكن ممكن وتكونون أنتم مقدمينه. يتشرف والله نتشرف. وهم متسابقين والله نتشرف. لا هذه مدري. طيب في مقترح جاء من الجمهور بيكونون مقدمين، أنا بكون مدير حتى أنا والله مدير. إيه وأنا بصير المالك وأنا بكون علي الحسين. وأنت المالك. لكن محمد عيسى. محمد عيسى. علي الحسين. علي الحسين. أنا مدير المحتوى يا أبو. مدير المحتوى. مع احترامي. تعال قدم مكاني. خلاص مدير المحتوى. تعال قدم مكاني. أنا راضي يا أبو. نكمل المسابقة حقك يا حبيبي. لحظة لحظة طلع هو موجود. والله عندي مشاركة. لا ابى اكون علي. معلش اسف سامجه سامجه مره. لا اسف عشان ما تقعد في خاطر ابو. طيب في مقترح اذا جهز الاتصال اعطوني. طيب بناخذ الاتصال وبعدين اعطيكم مقترح وصلني من الجمهور. علي يا علي اهلا وسهلا يا علي. السلام عليكم. حياك الله. من وين يا علي؟ من الرياض. الله يحييك يطول بعمرك ويتقبل منك طيب الاعمال علي. لا تذكر اسم المجموعه الحين، اسمع السؤال وبعدها اعطني المجموعه. السؤال ما الطعم؟ بالله قصر صوت التلفزيون يا علي. ها يا علي. سمسم. عدوك يسم. طيب السؤال يا علي ما اسمعك ايش تقول؟ ايش تقول يا غالي؟ يلا طيب. طيب السؤال ما الطعم الذي لا تستطيع القطط انها تذوقه؟ الخيارات. متأكد المذاق الحلو. المذاق الحلو او المذاق المالح. تخيل بس تقول المذاق المالح. صعبة. المذاق المر. المذاق المر. ايش رايك يا علي؟ المر. المر. طيب اي مجموعه يا علي؟ خط النار. خط النار. طيب علي شكرا يعطيك العافيه. بالله ابو نايف يقدر يغير؟ ها؟ يقدر يغير؟ يقدر يغير الاجابه؟ يقدر يغير الاجابه؟ لا لا هو يقدر يغير الاجابه بس الاتصال راح اصلا. راح. لا ثواني معليش يا احمد معليش. الاجابه مع الاسف انها خاطئه. الاجابه الصحيحه المذاق الحلو. بالله ولكن يا علي الف مبروك حصولك على قسيمه شرائيه من القمه للعود والزعفران
مع احترامي ناصر ودخولك في السحر كيف السيارة. المذاق الحلو اكثر شيء يشربون القطط الحليب ناصر القطط ما تستطيع انها تتذوق المذاق الحلو الحليب وشو طيب واذا ما تستطيع ان تذوقه لبيك خلاص انا معك بالفيديو ما الحين بقول تعليق عادي تعال جنبي السكر الحليب اللهم صل على الرسول حليب مع السكر الحين الحليب حلو حليب شاي صل على النبي اللهم صل على الرسول بسسه هاكلهم جبتونا 30 سن و 40 سن صح طيب. ولا لا طيب يمكننا واحد متسوي سلسل ونحن مش درانا من عند البسسه كيف تاكل هذا مش تدريك انها تحب الحلو والله ما سلفت مع البسسه يمكن في قطو في كورونا مثلا صح السواء. سم ابشر عليكم ما يشم ولا يذوق صح يمكن صحيح. ما يشم ولا يذوق استريح حبيبي طيب ناخذ الاتصال ونعطي المقترح اضحك عيش في مقترح وصل من الجمهور طيب محمد اهلا وسهلا يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله يا محمد من وين حياك الله بالخير الله يمسيك بالنور والسرور يا مرحبا الله يبقيك ويسلمك ويطول بعمرك يا حبيبي من وين يا محمد من الطائف طال عمرك الله يحييك ويحيي اهل الطائف جميعا والشهر عليكم مبارك السؤال يقول لا تعطيني اسم المجموعه الحين ما هي لا لا دقيقه يلا هالموج يلا ما في بال طيب ما هي بلد المليون شهيد يا محمد؟ الإجابة؟ هذه بلد المليون شهيد قصر صوت التلفزيون يا محمد عمان. لأن التايم ترى قد بدأ عمان أنا عندي قطر واختر الجزائر يا الجزائر حلك معي وراح تفوز إن شاء الله طيب أيوة معك يلا وش الإجابة يا محمد؟ الجزائر الجزائر وألف مبروك الخصم يغرق الموج الازرق جاكم الموج الازرق كل اللي هاب اخطاكم والخصم يغرق الموج الازرق جاكم الموج الازرق ايوه كل اللي هاب اخطاكم يعطيكم العافيه يا شباب محمد الف مبروك حصولك على قسيمه شرائيه من كيان الطبي ودخولك في السحب على السياره لهاليوم وناخذ الاتصال اللي بعده ونقول الو من معنا حصة أهلا وسهلا يا حصة حياك الله من وين؟ من وين يا حصة؟ ألو ألو حياك الله من وين؟ هيا من الرياض هيا ولا حصة؟ هيا هيا ولا حصة؟ إيش تقول؟ تقول هيا 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 طيب هيا الله يحييك يا هيا طيب لا تذكرين اسم المجموعة السؤال يقول ما هو الغاز الذي يستخدم في طيران المنقاد؟ الإجابات الهيليوم او انا اقول نيتروجين وخليك معي النيتروجين ويقول خليك معي وانا اقول الاكسجين وحنا اللي نحتاج الاكسجين والاكسجين وهم يحتاجون الاكسجين هيا هيا وش رايك الاول الهيليوم باقي 13 ثانيه يا هيا نيتروجين خليك معي هيا الهيليوم الهيليوم صح لا 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 ها بتغيرين خلاص واخر كلام طيب مساعدة يا ساعدوا خلص الوقت شكرا طيب طيب دقيقة قبل لا تشيلون الاتصال هو معي مجموعة لا تقول راح الاتصال تكفى الإعصار اوكي مع من؟ مع الإعصار شكرا يا هيا شكرا يا هيا الإجابة مع الأسف لا هي سمعت كلام من ما سمعت بضهير. كلامك سيدة بضهير ما سمعت كلامك لكن الإجابة صحيحة ألف مبروك طيب هيا ألف مبروك حصولك على قسيمة شراء الهيليوم حصولك على قسيمة شرائية من صرة للبهارات ودخولك في السحب على السيارة لها اليوم نذكركم مشاهدينا الكرام اليوم إن شاء الله السحب على السيارة بعد ما ننتهي من اتصالاتكم وكل المتصلين اللي اتصلوا معنا اليوم راح يدخلون في السحب على السيارة ونذكر في شركاء النجاح متجر زماني تطبيق ASZ الرياضي متجر شميم القمة للعود والزعفران كيان الطبي وصرة للبهارات ونذكر بسؤال الجمهور وخلونا نسحب الحين قبل لا ننتقل للاتصالات اليوم عابر 17 السؤال كان يقول من هو أول داعية في الإسلام والشباب أجابوا مصعب بن عمير وخلونا نشوف الإجابة واحد اثنين ثلاثة
وصلت من ريفان راشد. الإجابة مصعب بن عمير، إجابة صحيحة وصورت الشاشة. وألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية من متجر زماني، وراحت 300 نقطة إلى خط النار، وألف مبروك. معنا اتصال ملاك، اهلا وسهلا يا ملاك. وعليكم السلام. حياك الله، من وين يا ملاك؟ من رفحة. من رفحة، ونعم فيك وفي اهل رفحة جميعا. السؤال: ما هي المادة يا ملاك التي تشكل 80% من حجم دماغ الانسان؟ الماء. الماء. الدهون. او الدهون. الفيتامينيات. الفيتامينيات. لا، الفيتامينات. على قولة الزعيدعي. ها يا ملاك. الفيتامينات. الماء. والف مبروك يا ملاك. طيب يا ملاك، مع اي مجموعة؟ مجموعة الماء. الاعصار. لا. ها. الموت. من؟ دقيقة. من؟ مجموعة الاعصار. جعلش العافية. زايد بن سافر. مبروك. والله قالت الموج في البداية. طيب ايش فيك التحيه؟ ملاك ألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية من تطبيق ASD الرياضي، ودخولك في السحب على السيارة إلها اليوم. السؤال الجاي لكم أنتم يا جمهورنا العزيز، والسؤال رقم 9 عشان تعطونا الخيارات. فهد تفضل يا حبيبي. 9 هو حق الجمهور. قبل الاتصال سؤال الجمهور: ما هو عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ 11 وأتوقع. 11 ويتوقع. ثمانية أو أنا أقول 10. 10. اكتبوا الإجابة اللي تشوفونها صحيحة في الهاشتاج، في هاشتاج عابر، واكتبوا اسم المجموعة اللي ترغبون أنها تذهب لهم 300 نقطة، وأعطونا الاتصال. فاطمة، أهلا وسهلا، حياك الله يا فاطمة. فاطمة الحارثي من وين؟ حياك الله يا فاطمة. فاطمة مع لا تذكرين المجموعة، آسف. ما هو الحيوان؟ دقيقة الله يرضى عليك. يلا أوكي. كم؟ طيب مجموعة ال مجموعة الإعصار. طيب السؤال: ما هو الحيوان الذي لا يصدر صوت؟ والله زايد غالي عندي، أنا عندي إجابة أقول السنجاب، والإجابة خطأ. زايد غالي عندي. والإجابة أوكي السنجاب أو أنا أقول الأفعى، والإجابة خطأ. أنا الأفعى. أقول زايد غالي عندي، أقول الزرافة، والإجابة صح. صح. ها وش رايك يا فاطمه؟ اسف السنجاب ولا الافعى ولا الزرافه؟ خليك معنا دقيقه لو سمحت. طيب ابشري، ما معك دقيقه، معك 15 ثانيه. الزرافه. الزرافه. هو الف مبروك. مبروك يا فاطمه حصولك على قسيمه شرائيه من متجر شميم، ودخولك في السحب على السياره لهاليوم، ومبروك الفريق الاعصار 300 نقطه تستاهلون. نذكر بهاشتاج الجمهور أو سؤال الجمهور: عدد الكواكب أو عدد كواكب المجموعة الشمسية. اكتبوا الإجابة اللي ترغبون إنكم إنها تذهب لأي مجموعة من المجموعات، واكتبوا الإجابة اللي تشوفون إنها صحيحة. طيب سم أبشر. طيب على بال ما يجهز الاتصال، عندنا شيء نستعد فيه ونتشرف فيه ودائما نتكلم فيه، وراح نكون دائما نحث على الخير لحين اكتماله بإذن الله. وقف أم الأوقاف لله في كل ليلة عتقاء من النار، فهنيئا لمن بادر فيها الليالي الفضيلة، وهنيئا لمن نال القبول بإذن الله. وقف أم الأوقاف يبني 7 أوقاف، وهذه الميزة الجميلة في هالوقف، إن أي مبلغ تدفع في هالوقف يبني لك 7 أوقاف إفطار صائمين، كفالة يتيم، وحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وسقي الماء، وحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: أفضل الصدقات سقي الماء، والمطلقات والأرامل وإفطار الصائمين والكسوة وغيرها من الأوقاف 7، فلا تحرمون أنفسكم الأجر. وبما أنكم واقفين يا شباب، أبغى أسمع من كل واحد منكم كلمة، ثم بعدها نرجع إلى موضوع الاتصالات. أول شيء يجزاك خير أبو نايف، ويجزاك أخواني خير شاكو جميعا، والجمهور اللي واقف اليوم. الفقرة اللي قبل هذه مع الشيخ علي ياسين، شفنا التبرعات وشفنا وقفات الجمهور اللي مبالغة، يعني فرحتنا صراحة، احنا فرحنا فيها. ونقول تكفون لا توقفون على الشيء هذا. وقف أم الأوقاف محتاجة وقفتكم، ونبيكم تفرحونا. اليوم بيطلع منا واحد، نبي الأسبوع الجاي ما يطلع منا واحد إلا قد أكتمل الوقف إن شاء الله، أو أكتمل أكثر من نص وقف إن شاء الله بإذن الله تعالى يا رب. والأرقام عموما ظاهرة على الشاشة،
ابو نايف، انا للامانه فخور بجمهور كذا وجمهور السعودي والشعب السعودي عفوا والشعب الخليجي كافه على الخير، واي شيء فيه خير يدخلون فيه ويبادرون فيه. عسى ربي يكتب اجرهم. وقف ام الاوقاف اختصرت لهم الشيء الكثير، يعني بما انهم يدورون اسر محتاجه عندك هنا 7 اوقاف تشمل الشيء الكثير، فك الكربه ومنها يعني الى اخره، يعني من الاوقاف افطار الصائمين، افطار الصائمين وفك الكربه وسقي الماء والارامل والمطلقات، يعني فك الكربه يعني اهم حاجه يعني. ممتاز. فانا اتمنى انهم يبادرون الان يعني قبل يكملون الحلقه، يطلع 30 ثانيه يتبرع ب 250 ريال يكفل يتيم عن نفسه، 500 ريال يكفل يتيم عنه وعن والديه. الله يكتب اجرهم، هذا امنيتي انهم يطلعون الان ويتبرعون الان الله. ويبادرون. الله يكتب اجرهم. الله يجزاك خير. الله يجزاكم بالخير جميعا. انت من الناس اللي رحت للوقف وشفت بعيونك. صحيح يا ابو نايف. اول شيء الله يجزا القائمين على الجمعيه آمين. بالخير آمين. ويعطيهم العافيه على جهودهم الجباره اللي من ضمنها افطار وقف افطار الصائمين اللي في الحرم في ساحات الحرم. الله يعطيهم العافيه ويكفيهم شر هالدنيا، والصدقه اجرها عظيم، وتزيد في الرزق وتزيد في حلالك وفي رزقك، وتفتح لك ابواب كثيره في حياتك وبتشوف اثرها في حياتك قبل موتك. احنا رحنا المكة سفراء، واجهنا طلع عمر السلامه الشعور اللي نشوف الناس اللي يتبرعون والناس اللي يفطرون بسبب الناس اللي يتبرعون، شعور عظيم جدا. واسال الله التوفيق للجميع الناس اللي تبرعوا وساهموا في نشر هذا الوقف، واحنا في شهر خير ونتمنى من الناس انهم يساهمون حتى لو بالنشر. يا سلام. الله يجزاهم بالخير جميعا. والتبرع في هالوقف ما ياخذ ابدا وقت، والروابط موجوده حتى اخر تغريده نزلت في حسابي في تويتر، بس اضغط على الرابط مباشره ولا اي احد من الشباب اللي جالسين ينشرون من هالروابط الموجوده، والتبرع ما راح ياخذ وقت. كنت بتقول شيء يا حبيبي بن سابر؟ وش تسمح لي اوقف؟ ابشكر كل من دعا لي امس، كل من وقف معي من الجمهور اللي لولاهم والله كان يمكن ما كملت البرنامج، لكن حاب نشكرهم على دعواتهم اللي وصلتني امس وعلى التبرعات اللي وصلت لي. واحد من اخوياي حصل له ضرب، حصلت له مشكله امس، ف ابي اشكر كل من دعا وكل من تبرع. وصلتني تقريبا ابو نايف فوق 100 اتصال ما شاء الله تبارك، فالله يجزاهم خير يا ربي، والله يجعلني حسن ظنهم يا ربي. وابي بعد الرساله هذه اللي قدام حقي اللي صلات كلها تجمعونها في مكان عشان اطلع هنا واقدمها، واشكرهم و الله يسعدك. الله ان الله يجعلها في ميزان حسناتهم ان شاء الله. تستاهل كل شيء. وابي من كل من يتابع انه يذكر رفيقي بدعوه، يمكن هي اللي تكون تفرج همه، يمكن هي اللي تكون تستاهل، وفريق دعمك يستاهل وكل الشباب تستاهل فرق دعمهم. يعطيك العافيه. الله يسعدك. طيب عن طريق الهاشتاج راح نسحب اي مشاركه من المشاركات، باذن الله راح يحصل على سهم في وقف ام الاوقاف. شارك في اي شيء، صلاه على الرسول، تسبيح، مشاركه في اجابات، راح نسحب بشكل عشوائي. وراح نرجع للاتصالات. ومن معنا حسين، اهلا وسهلا يا حسين. حسين حياك الله. هلا هلا وسهلا. الله يطول بعمرك. من وين؟ من الرياض طال عمرك. الله يحييك. لا تذكر اسم المجموعه لحد ما تخلص من الاجابه. ممتاز. طيب ان فزت معنا ان شاء الله راح تدخل باذن الله في السحب على السياره، وان شاء الله ما معنا احد خاسر باذن الله. السؤال رقم 11 يا شباب، ما هو الشيء الذي خلقه الله تعالى وذكر في الآية الكريمة إن أنكر الأصوات؟ الإجابة؟ الإجابة أنا أقول وخليك معي إن شاء الله بإذن الله تعالى، صوت الحمير. صوت الحمير أو صوت الدجاج. أو صوت الدجاج أو صوت الذئاب. وخلك صوت الذئاب. وش رأيك يا حسين؟ عيد السؤال. السؤال، ما هو الشيء الذي خلقه الله تعالى وأنكره صوت الحمير يا حسين؟ إن أنكر الأصوات لصوت صوت الحمير يا حسين. لا تقول الإجابة الصحيحة. صوت الحمير. لا تقول. طيب ألف مبروك يا حسين، تستاهل كل خير. أبو نايف. طيب يا حسين، مع أي مجموعة؟ الأعصار. ياس عادي. طيب ألف مبروك الفريق الإعصار حصولهم على 300 نقطة، وألف مبروك لك يا حسين حصولك على قسيمة شرائية من القمة للعود. وزع فران ودخولك في السحب على السيارة. أعطوني متى ما ضاق الوقت علينا عشان نطلع برا ونسحب السيارة. طيب الاتصال اللي بعده، أم محمد حياك الله يا أم محمد. هلا. من وين يا أم محمد؟ من الخرج. الله يجزاك خير. من الخرج. الله يحييك ويحيي أهل الخرج جميعا. السؤال، ما هو أكبر عضو في الجسم في جسم الإنسان
الإجابات؟ أكبر عضو. أكبر عضو، الشباب يقولون الساق أو أو الجلد أو الرقبة يا أم محمد. الساق. تقول الساق. الساق. ساق. طيب أنت مع أي مجموعة يا أم محمد؟ مع هذا صار مع عبد الله ومحمد. مع عادل ومحمد. مع عادل محمد يا لو خرج تستاهل محمد تستاهل 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 قلبي يعطيك العافية يا محمد. أي مجموعة؟ والله جاتني صحيحة ولا ساعدوني. سمي جاتني صحيحة والله إجابتك ما هي صحيحة، بس كل المتصلين راح يدخلون معنا في السحب على السيارة ويأخذون جائزة. فألف مبروك لك يا أم محمد، دخولك في السحب اليوم وحصولك على قسيمة شرائية من الكيان الطبي، والإجابة خاطئة، هو الجلد. الجلد. يعطيكم العافية يا شباب، شكرا لكم. اي مجموعه هي؟ قالت مع اي مجموعه؟ الموج. خلاص الموج، حظ اوفر يا الموج. طيب اعطوني السؤال اللي بعده او خلوني اسحب من الهاشتاج. طيب سالتكم يا اهل الهاشتاج انا ليه ما هو كذا بنتكسر بروح رمضان احنا تكسرنا. طيب السؤال يا جماعه الخير لكم انتم بالهاشتاج، ما هو عدد كواكب المجموعه الشمسيه؟ وخلوني أسحب من الهاشتاج ونقول واحد. الإجابة؟ طيب أبعطيكم اقتراح بعد هذا. واحد اثنين وثلاثة. الإجابة وصلت من نوف، خلوني أصور الشاشة. ثمان كواكب. ألف مبروك يا نوف، حصولك على قسيمة شرائية من صرة للبهارات ودخولك في السحب على السيارة لهاليوم. وش فيكك حيلان تضحك؟ ليش أضحك؟ الضحك يا ابو اخيك صدقه يا ابو ناس. الله يديم الضحكه. طيب الله يطول عمرك. 300 نقطة راحت إلى مجموعة والله على الموج. والله ما هو على الموج. ألف مبروك يا فريق الإعصار. هذا ضحكني للأمانة. أي ذكرها سم ما تفهم شيء. أقول هذا ضحكني فهمت؟ لو تجيهم محبتي تكفيهم ولا لا؟ يا حبيبي. طيب من معنا اتصال؟ غادة، أهلا وسهلا يا غادة. صرت يمي. غادة حياك الله. الله يحييك. من وين يا غادة؟ الرياض. من الرياض. طيب لا تذكرين اسم المجموعة لحد ما نسأل السؤال وتجاوبين. كم عدد أحرف اللغة الإنجليزية؟ السؤال رقم 13 يا شباب. يا غادة صباح الخير، كل عام وانتم بخير. 26 وفي ذمتي. 26 وفي ذمته. اللغة العربية 28. كيف 28 حرف. طيب أصبر يسمع الخيارات. طيب الشباب ممكن يقنعونك. 28 28 30 ويقول لا تجين معي. ويقول لا تجين معي 30. وش رايك يا غادة؟ 26 حق. 26 وألف مبروك يا غادة. مع أي مجموعة يا غادة؟ وليد الزهراني خط النار. لحظة 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 لحظة. نار 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 الخط ولع نار. نار 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 الخط ولع نار. نار 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 الخط ولع نار. طيب اسمعوا. سلام ابو شاب. طيب قبل البيتين، قبل البيتين غادة حصلتي على قسيمة شرائية من متجر زماني ودخلتي في السحب على سيارة لها اليوم. اسلم يا حبيب قلبي. الله يسلمك ان شاء الله. يقول يا رفيقي خاطري ما شوى افكاري شتات، خلني المطاولة الليلة الأسود والسهر، والله أني ضايق الصدر من كل الجهات، فقد النوم الطبيعي ورفيقي من قهر، المداهيل القديمة وبعض الذكريات أظهرت من عيني الخفية اللي ما ظهر، وكان ما الله عاضني في الليالي المقبلات، ما تحلمي قد معيني وموت من القهار. سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. صح صوتك يا حبيبي صح صوتك. طيب
ربعك وحنا رفقاك على اللي تبي. يستاهل يستاهل يستاهل. يلعنها ويلعن جدارها، هذه والله الرفقه اللي تدلك على خير. يستاهل يستاهل. ابو سابر قبل ما تطلع بس حاجه بسيطه. اسلم يا وليد بسرعه. وسع خاطرك، امور طيبه. الله يبيض وجهك يا حبيبي. طيب حنا بنوجه سؤال لكم انتم يا جمهور عن طريق الهاشتاج، ثم بعدين ناخذ اتصال. حنا وجهنا سؤال للجمهور ولا؟ دقيقه. اوكي، كان السؤال ايش هو السؤال؟ جاوبنا حق الكواكب. لا بوجه سؤال جديد انا. اي جديد. اي طيب السؤال، بماذا لقب الصحابي المنذر بن عائذ؟ اعطوني اجابات يا شباب عندكم. الفاروق واشوف انه غير صحيح. الفاروق او اعرفه انا اعرفه الاشج. ذو النورين واشوف انه غير صحيح. ذو النورين الاشج. الاشج. وش يقول عبد الله الروقي؟ الاشج. الاشج. طيب عثمان بن عفان. طيب اكتبوا الاجابه عن طريق الهاشتاج، هاشتاج عابر 17، وحطوا اسم المجموعه وناخذ اتصال ونقول من معنا. خالد، اهلا وسهلا يا خالد. خالد حياك الله. خالد سلام. هلا والله، من وين يا خالد؟ من ابها. الله يحييك ويحيي اهل ابها جميعا. حبيبي خالد، لا تذكر اسم المجموعه. السؤال، من هو اول من بايع ابو بكر الصديق من الانصار يوم السقيفه؟ الإجابات بشير بن سعد، ولاني متأكد يا خالد. بشير بن سعد وما هو متأكد. خالد بن زيد. خالد بن زيد أو خليفة بن عدي. خليفة بن عدي. وش يقول خالد؟ بشير بن سعد أو خالد بن زيد أو خليفة بن عدي. أشوف ندخل جوجل بسرعة. أول من بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. بشير بن سعد الأنصاري، وألف مبروك يا خالد. خالد مع أي مجموعة؟ أكيد الإعصار زايد بن سابر. يستاهلون يستاهلون. جينا نرسم الابتسامة. خالد يا حبيبي ألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية من تطبيق ASZ الرياضي، ودخولك في السحب على السيارة إلها اليوم، وبعد شوي إن شاء الله بنطلع كلنا مع بعض للسيارات المقدمة من رئيس مجلس إدارة قناة الواقع الفضائية للسحب على أول سيارة، وكل أسبوع إن شاء الله عندنا سحب على سيارة من هالسيارات اللي لكم وتستاهلونها، مقدمة من رئيس مجلس الإدارة الشيخ إبراهيم الحسين، يعطيها الصحة والعافية. جاهزين؟ جاهزين. الله يديم الضحكة يا رب. إلى الأسبوع الجاي. والله ما أضمن أنا يا حبيبي، وما ليش دعوة. الله يديم. طيب الأسبوع الجاي يا رب. معنا لورين، أهلا وسهلا يا لورين. حياك الله، من وين؟ من الشرقية. من الشرقية. طيب السؤال يقول، النبي الذي أيده الله بروح القدس هو نبي الله؟ آدم عليه السلام. آدم عليه السلام يا لورين. أو هذا ما ظنتي. لوط عليه السلام. لوط عليه السلام. أو عيسى عليه السلام. وخليك معنا عيسى عليه السلام. وش رأيك يا لورين؟ عيد الإجابات. طيب عيسى عليه افتح المايك يا فهد. آدم. آدم طيب. عليه السلام. لوط. الإجابات آدم عليه السلام، لوط، عيسى. 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 السؤال باقي عليه أربع ثواني. عيسى. عيسى. لا تذكروا إجابة صحيحة يا شباب. عيسى. 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 وألف مبروك يا لورين. لورين مع أي مجموعة؟ وليد الزهراني. وليد الزهراني خط النار. خط النار، ألف مبروك حصولكم على قيمة 300 بطاقة. ولورين ألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية من متجر شميم، ودخولك في السحب على السيارة هاليوم، بعد شوي إن شاء الله راح نقوم بالسحب بإذن الله. الاتصال اللي بعده، الاتصال الأخير، ويا ترى من هو صاحب الحظ السعيد؟ من أي مجموعة من المجموعات؟ من معنا؟ فاطمة، أهلا وسهلا يا فاطمة. هلا. حياك الله، من وين؟ من القنفذة. من القنفذة، الله يحييك ويحيي أهل القنفذة جميعا. السؤال يقول، ما هي عاصمة إثيوبيا؟ أديس أبابا. أديس أبابا أو كابول. خطأ. كابول أو تيرانا. تيرانا. أو وش رأيك؟ لحظة، وش رأيك يا فاطمة؟ دقيقة. طيب ما معك دقيقة، معك كم؟ 15 ثانية. 14 13 12. شوفي الشاشة فاطمة. أديس أبابا. أديس أبابا. أديس أبابا، ألف مبروك يا فاطمة، تستاهلين كل خير. طيب مع أي مجموعة يا فاطمة؟
ابى انصدم اذا قالت غيري. طيب ننتظر لحد ما يوصلها الصوت لان تسمع من الشاشه. نار 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 الخط ولع نار 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 خلاص خلصنا خلصنا. طيب خلاص فاطمه الف مبروك الف مبروك حصولك على قسيمه شرائيه من القمه للعود والزعفران ودخولك في السحب على السياره يا فاطمه. ثواني نبي نسحب من الهاشتاج سحبين شباب نوحد الصوت. طيب السؤال اللي سألنا قبل شوي كان السؤال كان بماذا لقب الصحابي المنذر بن عائد وخلنا نشوف الجمهور أعطاها من الشباب المجموعات. واحد واثنين وثلاثة ستوب بين الصوت خلنا نشوف الاسم. رونا رونع. طيب صورت الشاشة الإجابة الأشج. وطبعا ألف مبروك حصولك على قسيمة شرائية من صرة للبهارات ودخولك في السحب على السيارة لهاليوم. نظرات عين الإجابة وصلت من الجمهور إلى مجموعة قلها اعلنها حلان وش فيك؟ اعلنها ايش فيك؟ أبجي هنا عشان أعلمهم أن مجموعتنا مجموعتكم؟ ايه. طيب الإعصار ولا الموج ولا خط النار؟ الإعصار. طيب تكفى بردان أخرى في شيء نسيناه مهم. بردان أنا تكفى في شيء مهم نسيناه. نسحب من السهم حق الوقف. صح انتظروا اصبروا دقيقة نقعد واقفين؟ اي خلوكم واقفين لحظة. لا لا بس ناصر بنت خلص ناصر بنت خلص. لا لا وقفوا والله عادي خلنا نوقف وقفوا خلوكم واقفين عادي. وش وراكم؟ وراكم شيء؟ ورانا العبور ورانا سحور. نسحب ورانا عبور خلنا نستغل الهواء. نسحب السحب. واحد اثنين ثلاثة مصممة محترفة ألف مبروك تستاهل حصولك على سهم في وقف أم الأوقاف. والإجابة اللي قبل شوي وصلت إلى مجموعة خط النار. شباب يعطيكم العافية ناخذ فاصل صغير وننتقل حنا وياكم للسيارات عشان نسحب على أول سيارة معنا في هالبرنامج ويستاهلون كل خير. مشينا بسم الله عبر ولاني بعابر الأثر ثبت مصاب